يستمر العمل بمركز العزل الصحي ببلدية وادي عتبة منذ اعتماده من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالرغم من النقص في الإمكانيات وتزايد حالات الإصابة ببعض المناطق. احنا حاليا ناخذ في مسحات، العدد الإجمالي للمسحات اللي أخذناهم 180 مسحة، كانت من بينهم ما يقارب 28 حالة إيجابية وحالتين طبعا مصابات، لكن حالة وفاة، ويعتبروا 5 حالات شفاء الحمد لله. بس الحالة حاليا في تزايد، وخاصة في منطقة تعرف بتقرطين، والمنطقة الأخرى أجار. والآن هي المشكلة اللي احنا نعانوا منها هي عدم وعي الناس الكامل. في من اللي مثلا أكتريتهم مش مصدق بوجود هذا الفيروس. فريق الرصد والتقصي ببلدية وادي عتبة تابع للمركز يؤدي عمله وفقا للإمكانيات المتاحة له، من إجراء المساحات من المشتبه بهم إلى رصد الحالات المصابة ومتابعتها بمحلات البلدية. المستهدف إن شاء الله هنأخذ ممكن 30 مسحة أنفية وأرسلها إلى المخطب المرجعي سبها، وفي انتظار النتائج إن شاء الله. طبعا في النهاية نتمنى السلامة للجميع. اللجان المشكلة لمكافحة فيروس كورونا ببلدية وادي عتبة تطالب وزارة الصحة بتوفير الإمكانيات التشغيلة للمركز إضافة إلى مستلزمات الوقاية ومولد كهربائي حتى يستمر العمل بالمركز بالصورة المطلوبة.